الزوجه عايزه توجع جوزها قوي. قال لها يا بنت خدي بالجنيه ده هتطعميه، حجمه الهوى موت. الظابط لما ساله في خلافات بينك وبين حد؟ مش معقول هيقول بيني وبين جوز اختي. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه. نصيحه: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمه او مخالفه للقانون، لان الجريمه لا تفيد. ساعه مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، القناه المعنيه بعالم الجريمه اللي من خلالها بنرسخ لمفهوم مهم جدا، ان الجريمه مهما كان ذكاء مرتكبها او فاعلها لن تفيده، وان العقاب واقع لا محاله. تعال نشوف الجريمه دي اللي حصلت في محافظه الجيزه، بالتحديد اوسيم. احنا يا جماعه في خلافات الزوجيه ما بنعرفش نخلي فيه حدود فاصله، كل واحد عايز يوجع التاني. الزوجة عايزة توجع جوزها قوي، والزوج عايز يكسر مراته قوي، رغم ان ربنا قال لك مودة ورحمة العلاقة. فبالتالي احنا خالفنا شرع ربنا اللي قال لك من انفسنا خلى لنا ازواجنا. مودة ورحمة وحب، لا، احنا بقينا نوع من الاجرام. لما بنزعل بنفجر، والخلافات بتوصل للدم. زوج اتخانق مع مراته في اوسيم، الزوج اسمه محمد احمد سيد، عنده 35 سنه، اتخانق مع مراته خناقه عاديه، راحت خدت هدومها وراحت عند بيت اهلها، ابوها ميت، مين بقى يسد عن ابوها؟ اخوها. جاي الزوج بيعتدي على مراته قدام اخوها، اخوها قال له دي مراتي، دي اختي، ودي مراتك، ازاي اصلا تبقى في بيتي وتضربها؟ لا يا عم، اختنا لما جوزناها لك ما اعطانا لكش جاريه ولا خدام، اعطانا لك واحده تصونها وتحميها، لكن لما تشتمها وتهنها وتضربها هي ملهاش ظهر. يا عم الحاج، ربنا ما خلاش الزوج على زوجته ضربه وهنا وشتيمه، احتويها وحاول ان انت تشوف طلباتها وعلى قد امكانياتك ماشي بيتك. لكن احمد السيد ما عجبوش الكلام ده، قال له خلاص ما تجيش عندي. قال له ما تجيش يا عم، هي في بيت اخوها واكله شاربه نايمه متنعمه اميره ملك، هو انت فاكر لما تقول ما تجيش ان انا مش هقدر اوكلها؟ دي اختي، الكتف ده زاد والكتف ده ميه، ما فيش حاجه اسمها ما تجي. انت جاي عندي البيت تقول لي خلي اختك عندك؟ يا سيدي هي معززه مكرم، وتاكل لقمه وترمي عشر، لا حد يشتمها ولا حد يهينها ولا حد يذلها، لما تعرف قيمتها يا عم احمد يبقى تعالى خدها. الراجل اتكلم بادب. احمد سيد مشي، قال له اخد العيال. خد العيال يا عم، ده انت ابوهم، ما دام انت هتقدر ان انت تشوف عيالك وتخدمهم يا سيدي انا ما اقدرش امنع. يا اختي زي بعض، سيبي له العيال. سابت له البنت والولد، خده. قال لا مش هاخد الولد، انا هاخد البنت. خد البنت، البنت كبير هتخدمني، تخدمك ايه؟ ده عندها 6 سنين. خد البنت، هو عايز يوجع ايد مراته يلوها له، انا خدت بنتك. ما رجعتش الزوجه. احمد السيد عايز ينتقم بقى من اهل زوجته. يعمل ايه؟ عايز يوجعهم. اخو الزوجه عنده طفل عمره 8 سنين. طبعا الطفل يا جماعه بريء ملاك، وعاوز يوجع اخو مراته. عايز يوجعه عشان انت اللي مرجعتليش مراتي، انت اللي بتحميها، انت اللي بتعمل لها سند ليا. فعايز يوجع، يوجع ازاي؟ ما يموتوش هو. يموت مين؟ يموت ابنه. طب عايز ابنه يستدرج ازاي الطفل الصغير ده؟ جاب بنته، ما هو هو خد بنته عنده في البيت، قال لها يا بنت خدي بالجنيه ده هاتي طعميه. قالت له بقى الجنيه ما بيجيبش حاجه، قال لها خدي جنيه تاني اهو، بس هاتي لي الواد ابن عمك. ابن عمي ليه بقى؟ بعت عيال صغيره
عشان تستدرج الواد الصغير. شوفوا عايز يوجع، عايز يوجع ازاي. خلي بالك ده جوز عمته الطفل الصغير ده اللي بيستدرج جوز عمته، جوز عمته. فالبنت خدت الاتنين جنيه ورايحة تجيب طعمية، فعدت على مين؟ عدت على امها. ما هو امها عايشة عند عمها، عند خالها جوه البيت. يا امي جات لها، جات لها ما فين الواد؟ بتلعب في واد اسمه محمد صغير. جات لها معي سته بره. قالت له روح اجيب طعمية واخده معايا. قالت له قولي له بره. طلعت الواد ده، تعالوا روح نجيب طعمية. تعالى نجيب طعمية نفطر انا وانت، انا جايب 2 جنيه اجيب طعمية. الواد الصغير قال لا انا قاعد مع ستي. راح الست قالت له يا ابني روح هات طعمية وتعالى. خدت الواد، كان ابوها مستنيها على عند المطعم. خد الواد، الواد اللي عنده 6-7 سيعمل فيه ايه بقى؟ راح واخده عنده البيت، وراح اول حاجه اعطى له حقنه هواء. خليكم حقنه الهواء الناس مش فاكره، حقنه الهواء خطيره لما تتحط في الدم في العرق. يعني لو اعطينا الواحد حقنه هواء في خلفيته مش زي لما نديها في الدم الموت. حقنه الهواء موت. الواد لما اعطاه الحقنه، طبعا هو الواد ده مع احمد سيد مش متخصص، فلا الواد ما بيموتش. راح جاب حبل ولف حوالين رقبه الواد وراح مموته، وجاب شوال وراح حط الواد فيه، وراح خده قدامه على الموتوسيكل كأنه يعني يا شوال فيه حاجات مهملات ولا بتاع، وجه تحت عند المحطه سكه الحديد ورمى الواد كأنه رمى كيس زباله وراح مشي. طبعا الست بتدور على مين؟ على ابن اخوها اللي هي اللي هي الست الغضبان. يا بت انت خدت ابن خالك يا بت، فين الـ فين الـ فين الواد؟ قالت لا ما اعرفش ما شفتوش، هو جه عند المطعم وسابني. يا بنتي انت واخداه من ايدك. ايوه خدته ومشي وسابني، انا عامل له ايه يا ماي؟ ما هو محذر بنته. البلد كلها وسيم قالت بتدور على الطفل، شمال لمين شمال لمين شمال لمين، مفيش. واللي كان بيدور معاهم مين؟ جوز عمته اللي هو الراجل اللي قتل، ويعمل نفسه زعلان. طب مين اللي هياخد الواد ده؟ الواد ما بيعرفش حاجه. يا بنت انت خدت الواد تفاه. يا باي انا جبنا طعميه وهو سابني ومشي. يا باي يا بنت ما وصلتوش لا طب لغيت سته. يا باي ده المطعم والبيت ستي خطوتين. عيال صغير ما حدش هيضرب البنت ويقول لها خدت الواد فين. وهي البنت واخده الواد مسلمه لابوها، وابوها راح مموت الواد ورماها عند محطه السكه الحديد في اوسي. بالصدفه ناس ماشيين منزلين من المحطه، عاملين المحطه لقوا الشوال ومربوط من فوق. واحد شد الشوال كده يحسب انه حد كان مع العربيه كر وفيه بضاعه ولا بتاع، وقعد فتح الشوال لقى الواد مفتح عينيه والحبل حوالين رقبته. لا اله الا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. جات الشرطه، ابن مين ده يا جماعه؟ كان في الوقت ده ابو الطفل بلغ، تعال شوف ابنك. شوف ابنك بينك وبين عداوه مع مين؟ قال مفيش عداوه مع حد، مفيش عداوه مع حد، انا اعدائي مين؟ مفيش حد خالص. واللي كان معاه في وقت البلاغ مين؟ اللي قتله كان رايح معاه المركز. لما قلت تعالى شوف الواد ابنك ولا مش ابنك، كان رايح معاه واقف معاه. قال لك سيبك من الخلافات اللي بيني وبينك بقى عشان اختك. ايه المشكله؟ اختك زعلانه بكره تتصالح وترجع يا عم، لكن لازم نقف مع بعضنا وندور مين الواد راح فين. يقتل اللي قتله ويمشي بجنازته. الضابط لما ساله في خلافات بينك وبين حد؟ مش معقول هيقول بيني وبين جوز اختي ده رايح معاه. قال له مفيش خلافات، مليش خلافات مع حد. ابتدت التحريات والمصادر السريه تنامى لاحد المصادر السريه ان كان في خناقه بينه وبين جوز اخته، علشان في خناقه خلافات بينها وبين جوزها. مسك طرف الموضوع رئيس المباحث. شويه 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 في مشاهده قالوا على فكره البنت كانت بتجيب طعميه وكان ابوها مستنيه. هوب الكلمه دي ثبتت. مسكوا الراجل ده الخناق عليه، قال ايوه هو مرضيش يرجع لمراتي وهو اللي بيدافع عنها، فحبيت انتقم منه فخليت بنتي راحت تجيب طعميه وقلت لها هات الواد معاك. راحت تجيب الطعميه، جبت الواد، خدت الواد، اعطيته حقنه هو ما ماتش، رحت خانقه وموتته ورميته على المحطه. شفتوا البشاعه؟ طب الواد ذنبه ايه؟ الواد ذنبه ايه؟ الطفل ان يتعذب العذاب ده مره بحقنه ومره بخانق. يا اخي هو فيه ايه؟ هو ما جاش لا في لا دين ولا اخلاق ولا في اي حتى شويه احساس وانسانيه. ذنب الطفل ده يموت الموت البشعه دي ويشوف الموت بعينيه.
اتقبض عليه طبعا، مثل الجريمة وارشد عن الطريقة اللي هو قتل بيها، الحقنة، قال لك السرنجة والهواء وضربتها هنا، طبعا مش متخصص. وفي الاخر الواد ما ماتش، فجبت الحبل وخنقته. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.